السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثالث الثانوي. إيه الأخبار يا وحوش؟ عاملين إيه؟ أخبار المذاكرة إيه دلوقتي؟ يا رب تكون تمام. أنا عامل فيديو النهاردة علشان أقولك إزاي تراجع مادة الرياضة في الوقت الضيق الباقي ده، وكمان أرد على استفسارات للناس جاتلي وخصوصا بتوع الأزهر جايين بيقولوا إحنا الرياضة عندنا درجة مش كبيرة، فكنا راكنينها لآخر شهرين فتفاجئنا ان المادة كبيرة ومش قادرين عليها او مش قادرين نخلصها، نتصرف ازاي؟ وهل ممكن؟ اكيد ممكن، لو باقي 5 ايام بس ممكن، مفيش اي مشاكل. انت تقدر يا باشمهندس تراجع مادة الرياضة في 18 يوم، بس قبل ما اقولك ازاي تراجعها تعالى اقسم معاك المواعيد الاول. حضرتك انت بتنام 8 ساعات المفروض النوم الطبيعي بتاعنا، 8 ساعات. باقي من ال 24 16 ساعة. 16 ساعة دول المفروض مفيش دروس، إلا بقى لو كنت مبسوط شوية وجايب مدرس خاص في البيت. المهم أنا بكلم الناس اللي ما عندهاش دروس خالص، معاك 16 ساعة من المفروض إنك بتذاكر ساعتين وبتريح نص ساعة، يعني عدد المذاكرة الفعلية، عدد ساعات المذاكرة الفعلية 12 ساعة. بما إن الرياضة تلت المواد اللي عندك، يبقى الرياضة ليها في اليوم 4 ساعات، وهو ده اللي أنا عاوزه. تعال بقى خش على المنهج. يبقى أنا متفق معاك إن الرياضة في اليوم الواحد لها 4 ساعات مذاكرة. هنبتدي أول حاجة بفرع التفاضل، بما إن الناس كلها بتكره الفرع ده. هناخد الوحدة الأولى على يومين اتنين في اليوم 4 ساعات، خلي بالك. هتبتدي بأول وحدة، هتاخد من اول درس اللي هو اشتقاق الدوال المثلثيه لحد ما توصل للمشتقات العليا ومعادله المماس والعمودي. كده ده اول يوم 4 ساعات، ذاكرهم كويس. عامل فيديو مراجعه عليهم، اللي انا بقوله ده انا عامل فيديو لكل جزء من اللي انا هقوله، عامل لك فيديو لحد معادله المماس والعمودي، ده مراجعه في يوم تقدر تتفرج عليه لو ما كنت ذاكرت خالص، في كل المعلومات اللي تفيدك واللي تلخص لك المنهج، ما تقلقش. بعد كده اليوم الثاني هتذاكر درس المعدلات الزمنية بس، واللي انت ما كنتش قادر تفهمه في الجزء الاولاني. يبقى في اليوم الاول 4 ساعات هتاخد فيهم او هتذاكر فيهم اشتقاق الدوال المثلثية، الاشتقاق الضمني والبرامتري، المشتقات العليا، معادلة المماس والعمودي، دول كده تمام. اليوم الثاني هتذاكر المعدلات الزمنية المرتبطة، كده انت خلصت اول وحدة في يومين. تاني وحدة دي تاخد يوم واحد بس، اللي هي العدد النيبيري، هيه ازاي تجيب له النهايات وازاي تشتقه وازاي تكمله. الوحدة الثالثة اللي هو اليوم الثالث هتاخد فيها من اول سلوك الدالة لحد رسم المنحنيات، تطبيقات القيم العظمى والصغرى دي هتاخدها في يوم لوحدها. كده احنا معانا 4 ايام. اليوم الخامس هتاخد تطبيقات القيم العظمى والصغرى وتحل على اللي فات. اليوم السادس هتاخد الوحدة الاخيرة اللي هي التكامل المحدود، ما عندناش مساحات، اخرنا المساحات، يعني التكامل المحدود او تكامل الدوال المثلثات ده اخرنا، ما عندناش مساحات. كده يا باشمهندس انت خلصت فرع التفاضل كله في 6 ايام. من هنا هنبدأ نعمل خريطة جديدة، نركز في الموضوع. بعد كده هنخش على فرع الجبر. طبعا انا في اليوم ليا 4 ساعات، اول ساعة من الاربعة اول ساعة احل نموذج تفاضل، لاني خلصت فرع التفاضل احل نموذج كامل. تمام يا استاذ، فاضل 3 ساعات. ال3 ساعات دول هراجع فيهم اول وحدة في الجبر. اول وحدة في الجبر هناخدها على يومين، على يومين اتنين 4 ساعات و4 ساعات. اول ساعة منهم اتفقنا ان احنا هنراجعها تفاضل، التلاتة التانيين 3 ساعات هناخد اول درس اللي هو التباديل والتوافيق ومبدأ العد. تاني يوم هنحل اول ساعة نموذج تفاضل لاننا مخلصين فرع التفاضل، وهناخد نظرية ذات الحدين. كده يومين في الجبر. اليوم الثالث هتاخد فيه الأعداد المركبة كلها من غير ما هتحل تفاضل. اليوم الرابع هتاخد فيه المحددات وهتحل نموذج تفاضل. كده الجبر خلص في 4 أيام. تمام،
يبقى الجبر خلص في 4 أيام، التفاضل كان 6 أيام، كده 10 أيام. نخش على الهندسة الفراغية، هي يوم واحد وهتحل معها نموذج تفاضل، بكده يبقى 11 يوم خلصنا فرع التفاضل وفرع الجبر والهندسة الفراغية، وخلصنا كمان 5 نماذج تفاضل. بعد كده هنخش على فرع الديناميكا، فرع الديناميكا هيخلص في 3 أيام. اليوم الأول هتخلص فيه الوحدة الأولى اللي هي تفاضل وتكامل الدوال المتجهة، وهتحل في اليوم ده نموذج جبر ونموذج تفاضل. الوحدة الثانية هتقسمها على 2 يومين، هتاخد قوانين نيوتن للحركة والجسم الموضوع على مستوى مائل في يوم، وهتاخد البقرات والدفع في يوم. كده انت خلصت الديناميكا في 3 أيام، وخلصت 3 نماذج جبر، وخلصت 8 تفاضل، 3 نماذج جبر وخلصت 8 نماذج تفاضل. هتبدأ تخش على الاستاتيكا. الاستاتيكا هتاخدها في 4 أيام، هتقدر في 4 أيام تحل نموذج جبر، نموذج تفاضل، نموذج ديناميكا. كل يوم لازم تحل نموذج من النماذج الثلاثة لازم. بكده هتكون خلصت المنهج ده كله في 18 يوم، لأن الاستاتيكا هترجعها في 4 أيام. هي 5 وحدات، فيهم وحدات الوحدة عبارة عن درس واحد. عندك أول وحدة اللي هي الاحتكاك، سهلة جدا وأكيد مراجعها من أول السنة. فضل ما رجعتهاش، هتاخد الاحتكاك والعزوم في حصة، هتاخد القوى المتوازية والعزم المحصل في حصة، وهتاخد الازدواج في حصة. طبعا الازدواج في قاعدة متشالة منه، خلي بالك وانت بتذاكر. طبعا كل الكلام ده انا مراجعه وعامل فيديو بالتقسيمة دي بالضبط. هتقدر تمشي بالطريقة دي، يبقى هتخلص بعد 18 يوم. لو هتبتدي الكلام ده من 20/4 يعني حضرتك هتخلص 8/5. من 8/5 لحد 1/6 هتقدر تحل نماذج. خلي بالك ان في اليوم لك 4 ساعات رياضة. حاول تخلص النموذج في ساعة، حاول. هتيجي وهتوصل انك هتخلص نموذج اقل من ساعة كمان. ولما هتخلص يوم 8/5 هيكون معاك 22 يوم. 22 يوم باقيين في 4 نماذج في اليوم للـ4 فروع، كده انت حليت 88 نموذج. يبقى رجعت في 18 يوم وحليت كمان 88 نموذج غير اللي كنت بتراجع وانت ماشي في الحل. اتمنى التوفيق لكل الطلبة، لكلية الهندسة بإذن الله لكل الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.